فبتعقد لجنه التخطيط بالنادي الاهلي برئاسه الكابتن محسن صالح جلسه مهمه مع السويسري ريني فايلر المدير الفني لفريق الكره الاول بعد عوده الاهلي من تونس عقب مواجهه النجم الساحلي في افتتاح مباريات الفريق الاحمر بدور المجموعات ببطوله دوري ابطال افريقيا واللي خسرها الاهلي بهدف نظيف مساء يوم الجمعه اللي فاتت. وبترغب لجنه التخطيط بمناقشه فايلر في مواضيع كتير خاصه بتتعلق بالفريق الكره وبياتي في مقدمتها صفقات الفريق اللي هيتم ابرامها في يناير واللاعبين المرشحين للرحيل وغيرها من التفاصيل الخاصه بفريق الكوره. واستقر الجانبين لجنه التخطيط وفايلر على التعاقد مع مهاجم اجنبي وبيعد النيجيري إليكي مهاجم لوزارن السويسري هو المرشح الابرز حتى هذه اللحظه في الوقت اللي هيكون فيه التعاقد معاه على حساب الانجولي جيرالدو واللي منح فايلر الضوء الاخضر لرحيله خلال الميركاتو الشتوي اللي جاي نظرا لعدم اقتناع فايلر بمستوى اللاعب الفني. في الوقت اللي ما زالت الصفقه الثانيه محور مناقشات بين اللجنه وفايلر حيث طلب المدرب السويسري ان تكون الصفقه الاخرى في مركز الجناح الا ان اصابه حمدي فتحي وتاثر الفريق بشده بسبب غيابه هو ما ظهر في مباراه النجم الساحلي جعل مسؤولي الكوره في النادي الاهلي ممكن يكونوا بيفكروا بشكل جدي ان هم يتعاقدوا مع لاعب وسط على ان يتم ارجاء تدعيم مركز الجناح لنهايه الموسم الحالي. أصبح التفكير في ميركاتو الشتاء ومين هيتم الاستغناء عنه مين هيتم رحيله إعارة مين هيتم الإبقاء عليه وأصبح القوام الأساسي بالنسبة لريني فايلر واضح وضوح الشمس ولكن بيبقى طبعا الإصابات اللي بتلحق ببعض اللاعبين وإصابة كانت لحقت بحمدي فتحي واحد من أهم اللاعبين بالنسبة للنادي الأهلي أثر بشكل كبير جدا مع النادي الأهلي في المباريات السابقة وأيضا مع منتخبنا الأول لكرة القدم في المباريات الودية اللي خاضها معاهم قبل إصابته في المعسكر وقبل ساعات قليلة من المباريات الرسمية مباراة كينيا وجزر القمر التصفيات المؤهلة للكاميرون 2021 فأصبحت الحسابات مختلفة داخل أذهان الجهاز الفني أو ريني فايلر وأيضا لجنة التخطيط. أكيد الأسابيع اللي جاية هتصفر عن حقائق بقى وتقارير حقيقية بتشير إلى مين هيكون بيتواجد في القلعة الحمراء ومين هيكون بيرحل ولكن مع رحيل جيرالدو اللي أصبح قريب من خلال مصادر داخل النادي الأهلي فواضح جدا إن ممكن يكون وليد أزارو بعد أخبار كتيرة جدا تناولتها المواقع إن هو ممكن يكون قريب من الرحيل في ميركاتو الشتاء وإن فعلا النادي الأهلي مستني عروض جيدة تكون بتعوض القيمة المالية اللي بيدفعها النادي الأهلي للاعب، لا واضح إن ممكن يكون وليد أزارو بيعتمد عليه مع استكمال الموسم الحالي تحت قيادة ريني فايلر.